السؤال الاخراني بقى اللي انا شايله لك كده بعد السنين دي كلها وبعد النيو لوك القوي ده هسألك انت بقى السؤال من عارف جواك حته التواضع كده. النهارده انت شايف مين احلى، انت ولا حمدي المرغني؟ بصي انا اقول لك على حاجه عشان اقفل الموضوع ده. اتفضل. بجد والله العظيم انا عديت حمدي من زمان، يعني دلوقتي تقول لي انت ولا عمرو يوسف؟ طبعا انت ولا احمد عز؟ لا دي مقارنه يعني ما اقدرش اقولها. انا اسف انا دلوقتي بقيت في الحته دي، لكن هتقارنيني بحمدي المرغني؟ ما ينفعش. الموضوع ده انا عديته من زمان. انا عديته من زمان خلاص. دلوقتي تقول لي ايه؟ طب بلا يدبع عادي افضل اسالك السؤال ده كل سنه. بعد كده الاسئله تبقى انت ولا احمد عز، مين امور، مين انت ولا عمرو دياب؟ انا السؤال ده انا هسيبه للحلقه اللي جايه ان شاء الله كمان سنه واحنا بنحتفل سوا ان شاء الله بنجاحات. اقول لك انت احلى ولا احمد عز؟ ما تجاوبش بقى، جاوب السنه الجايه. حاضر خلاص. نورتني يا اسس. ربنا يخليك يا فاطمه، انا ببسط جدا 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 وبستنى ان انا اجي ابقى معاكي ونتكلم كده كاننا في البيت زي ما انت قلت. زي ما احنا قلنا ده بيتك. ربنا يخليك.